السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا في قناتي على اليوتيوب. بتمنى من كل شخص بشاهد هذا المقطع يدعمني بالضغط على زر اللايك ويشترك في القناة في حال ما كان مشترك، ويفعل زر الجرس علشان توصل في أي جديد بنشره على قناتي. طبعا كل الشكر والاحترام على دعمكم اللي بتقدمون لنا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتكم فينا. طبعا زي ما بتشوفوا من عنوان هذا المقطع، كيف بدك تصمم ملصقات للواتس أب، أو معنى تاني تصميم ستيكرز للواتس أب. طبعا الطريقة سهلة جدا وما بتحتاج منا اي وقت كبير. طبعا بلزمنا هذا البرنامج، طبعا كل شيء راح يكون رابطه اسفل الفيديو بالوصف، تمام؟ برنامج ستيكر ميكر، رابط تحميل مباشر من متجر جوجل بلاي. بعد ما تحملوا هذا البرنامج، الان لو فتحنا هذا البرنامج، تمام، الان راح بيجيكم بهذه الواجهة. طبعا راح بيجيك كرييت ا نيو اللي هو ستيكر باك، تمام، تضغط عليها. الان راح يطلب منك تسمي اسم اللي هو الاستيكر، ضروري تسمي الاسم. حط مثلا الاسم اللي بدك اياه، محمد مثلا، محمد يعني اي كلام. تضغط على كلمه اللي هو كرييت، تمام تمام، سمينا اسم المشروع تبع الاستيكر، تضغط عليها، تمام. الان ركز معي بالخطوه هاي. الان عندك هنا لازم تحط 3 صور، ما بهم اي يعني شو هي نوعيه الصور، المهم الآن تمام. الآن يا جماعة الخير، مثلا هاي الصورة، صورة اللي هو مسجد قبة الصخرة، هاي الصورة مثلا أنا بدي اللي هي أعملها ملصق، تمام. أنت بتختار الصورة اللي بدك إياها، المهم الفكرة. نرجع للتطبيق تبعنا. الآن بدك تحط الصورة هذه، تكررها 3 مرات، هان الصورة اللي بدك تعملها الملصق تكررها 3 مرات، هان تمام. طبعا تختار اللي هي الخيار هذا، بما تضغط على علامة اللي هو إضافة الصورة Open Gallery، اللي هي إنك تأخذ الصورة من اللي هو معرض الصور. راح أختار الصورة وأرجع لكم، تمام. بما تختار الصورة راح تضغط على هذه العلامة اللي هي علامة اللي هي شاشة كامل، هذه Select All، نضغط عليها ضغطة. الآن في حال إنك بدك اللي هو تكتب كلام على الملصق، تضغط هنا Add Text، تمام. تكتب مثلا يعني على سبيل المثال فون، تمام. هذا الكلام بتحطه هان، بتحطه فوق، شوف لك مكان في الملصق وحطه، تمام. بعد ما تحطه هان تضغط على علامة اللي هو سيف استيكر، تمام، راح تنحط الصورة عندك هنا. الان هاي الصوره، الان حط هنا اي صورتين بدك اياهم، ما في اي مشكله، تحط نفس الصوره عادي، تمام، ما بتاثر كثير، تمام شباب. تحطوا 3 صور، يعني صوره يعني واحده رئيسيه اللي بدنا اياها بتحط عليها الكلام اللي بدك اياه، وصورتين يعني ما بهمه. بعد هيك راح تختار اد اللي هو على الواتساب، يعني انك تضيف الاستيكر هذا على الواتساب، اد تو واتساب، تمام. تمام، بقول لك هل تريد إضافة هذا الستيكر للواتساب؟ تضغط على كلمة آد إضافة، تمام. الآن راح أفتح الواتساب، تمام، وليكن هيك محادثة. الآن لو ضغطنا هنا على الملصق الموجود هنا، شايفين الملصق؟ على الملصق هذا الهان، تمام. الآن لو شفتوا هنا بتلاحظوا عندك الستيكرز موجود في الخانة اللي هان. الآن لو ضغطنا هنا زي ما تشوف راح يصير عندكم الستيكر هيك، تمام، زي ما بتشوفوا المسجد الأقصى، تمام. وبهيك يا شباب يعني شرحنا لهذا اليوم انتهى، شرح سهل وبسيط وما بحتاج منك أي شيء، طريقة يعني سهلة جدا. طيب مع تحيات أخوكم سيودة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.